الإعلام نساهم، مع أن هذول زهرة شبابهم، يعني حطوا على يعني في تربية الأبناء، سووا أشياء كثيرة في البلد، ضحوا، المفروض الدولة تكرمهم. أما بهالحال اللي هم موجودين فيها، أنا أروح لهم والله بشكل يعني يوم وترك أو بالأسبوع 3-4 مرات أشوفهم، يمكن هذا يمكن توه اللي يسووا لهم الرعي الأول. نعم. لكن شو اللي سوى؟ ماكو شيء. بعضهم الله يشوفهم مساكين ينطرون الموت، بعضهم صاير سايق، ماكو شيء، لأن ماكو برنامج حكومي ولا في برامج حتى شركات أو أحد يتبناهم. شوف المقارنة هنا، هذا اللي عندنا المتقاعد بعد سنين عمر. نعم. حتى لو بيشتغل الحكومة مخرة عنه، يمكن يصرف فلوس هذا اللي شقى عمره يضيع يمكن بشهر، ما عنده خبرة أنه حاط له محل يدي الشريك مع واحد يمكن يسرقه، لأنه ما في لا الإعلام قلت لك ولا شيء. شوفي بس بالطريقة العكسية في الولايات المتحدة، في الولايات المتحدة تدري شو سووا لهم؟ الأولوية لهم في كارت له، في خصم على مو 50 75% خصم على تنقله طائرات. فلذلك تشوفين يزينهم هالشياب الكبار متعاملين معهم 80 سنة، هو زوجته يتنقلون بالطائرة. نعم. يروحون مكان من الباص من القطار. نعم. يا سلام. فالواحد السانس يقول شوف الدولة سوت لهم شيء. نروح المطاعم، والله مسوين لهم مطاعم خصم. احنا بعد في مطاعم خاصة لهم بعد. وقت اللي يشوفون شباب يستانسون الروح تجيل لهم. فلذلك الدولة حتى لو عنده شيء الدش تساعدهم تسوي لهم الأشياء هذه. حتى بعض إذا هو عسكري إذا هو تربوي يعني المفروض الدولة تأخذ تستعين في بعضهم في كبار سن الحين، كلينتون، بوش، مارغريت تاتشر، هذول مذكراتهم ينشرونها للمجتمع، خبراتهم هم يستفيدون فلوس والدولة تستفيد. المفروض الدولة هني تجمع 5-6 اللي كان لهم دور كذا ينشرونهم. شنو كان لهم دور؟ الكتب، ها قيمة الكتب، عطوهم دول الفلوس. هذول يعني وايد لهم أشياء، لهم مساهمة. ما يصير حنا نقول خلاص انتهم المجتمع. نعم. هذول لهم دور كبير. نسمع دكتورة سمر بنفس الموضوع. نعم. السؤال اللي سألت لكم. أنا صراحة أشكر على روح المبادرة الشبابية ولا النسائية، وهذه روح المقاطعة، مقاطعة المرشحين السابقين، مقاطعة المرشحين السابقين اللي على قولتها شيئين. أول شيء مثلا شنو كان الملف التاريخي شنو هو؟ فعندهم فرصة أن يدرسونه. وهذا رد على كلامك إنه يعني ما احتاروا ولا تحبطوا. أنا نعم. نقول في مقدمة برنامجي. نعم. الناس ترى من ندى جماعته يطلع التغيير. قلت لك هم يصنعون التغيير، تدرين ليش؟ وأوجدوا حلول للتغيير. لأنه ما قالوا إحنا ما لنا شغل، خامسة وفرعيات وكل شيء فيها. إحنا نسوي اللي علينا. وأنا أزيد عليها وأثني عليها بأن غير إن فتحت وأهل الدائرة، إذا أنتم فعلاً تنظرون لهذا التغيير، قاطع الفرعية يا أخي، قاطع الفرعية، لا تدعي شيء وتتصرف شيء آخر. هذه أحد الأشياء عشان تلتزم. مو بعضهم يقولون إحنا ملتزمين بالفرعية. دكتورة سمر، أنت متابعة هالأيام ولو أنك مشغولة مع حملتك الانتخابية؟ إيه نعم. بس أنا برد على المتقاعدين والمعاقين. بتردين وبتردين عشان رد على كل إيه؟ نعم. نعطيها الحق في إنه في شغلة هالأيام، إذا أنت كنت متابعة. أنا طبعاً ضد الفرعيات، لأن أنا دائماً مؤمنة بدولة مؤسسات وقانون، حرمان حق مجموعة على حساب مجموعة. أنا دولة قانون. لاحظي للحين طلعوا من الفرعيات، راقبي أسلوب اللي تكلمون فيه، لا يختلفون إطلاقاً عن سابقيهم اللي طلعوا من الفرعيات. قلناها أسلوب تهديد رئيس الوزراء والوعيد والتحذير. طيب انت طالع الحين من مكان مجرم قانونا يعني. نعم. وفوقها زاد الطين بلة. هذا احنا اللي نكتبه. هذا الكلام يقول حسب السوء يسوء. لكن حسب مو يقول اخواننا المصريين حسب السوء يسوء. السوء يسوء عاوز ايه دلوقتي؟ ايه؟ عاوز مستقل، بس اطلع مستقل. ما بني على باطل، ما بني على باطل، فهو باطل. انا بس ادعي الناخب. ادعي الناخب يعني يعني يكون ذكي الله يخليك. انزين. لا ينقص عليك. صادق. يعني العملية واضحة. والله يعافي على ما قلتي وسائل الإعلام وتعدد وسائل الإعلام. وجزاكم الله خير ما قصرتوا. تعدد وسائل الإعلام، الرأي والرأي الآخر والتاريخ عندك يا أخي، جوجلت بس حطه مع بعضه. ماكو الحين كذب طين تغير مجرى نبين. صحت أبي حق، أبي أعطيها حقها الأخت اللي اهتمت والمهتمة متقاعدين. أنا جزء من برنامجي والحلول واقعية المتقاعدين ذوي الاحتياجات الخاصة اللي سيسوها وطلعوا. أنا
طبعا اشتغل على التنميه، والتنميه لي 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 جزء، وين انا مصبة أكثر اهتماماتي اللي هي قطاع الشباب وقطاع المتقاعدين. يمكن أنا ما أقدر أقول لها إيش كثر اشتغلت على المعاقين. عادي هني بنوقفك، أنت مهتمة بالمتقاعدين جدا. لا يا أهل الديرة سجلوا تاريخ اليوم، البرنامج عندك أخذت أهم مطبوع من زمان. ما برنامج يضيع بس أنا هذه وثيقة، هذه لازم، هذه وثيقة. بعد دكتور عبد الله درجة أولى بعد. إي والله يا المتقاعدين اللي تشوفوا عندكم إياه مثنتين إن شاء الله إذا وصلوا المجلس. إي نعم تحاسبون دكتور عبد الله الغريب، دكتورة سمر الرومي راح يتبنى نون قضية المتقاعدين جزء من برنامجي. خلنا نسمع، خلنا نسمع. أنا حاطة المتقاعدين حلول. شلون؟ وأبتدي طبعاً أنا عندي شيء، نظرية اسمها نظرية الأولويات، التطبيقات بعدين الالتزام، الالتزام بالعقاب أو الثواب. شلون؟ شلون هي أولويات بالمتقاعدين؟ نعم. المتقاعدين خلنا نبتدي من الحاجة الأساسية بعدين نكمل. ندري إحنا الحاجة الصحية بالدرجة الأولى، هذه الفئة تعاني من بعض الأمراض الخاصة فيها، أمراض القلب، السكر، الضغط. ويننا عنهم، ويننا عنهم بالدعم اللي الصحي المستمد اللي هي العلاج اسمه داخل الاماكن السكنيه. الاماكن السكنيه هل عندنا عيادات نعمل لهم عيادات متنقله تروح على اساس بس ابره السكري والضغط وكذا؟ ليش ما تصير عندنا نوع من انه والله الرعايه المطوله اللي داخل البيت، هذا الرعايه الصحيه والمستشفى الخاص باحتياجاتهم، وتكون عندها هذه المستشفى، وهذه المستشفى تكون عندها نوع من وهذه المستشفى تكون عندها نوع من الاهتمام في هذه المجموعه. الشيء الثاني موضوع المالي، الوضع عندهم الحين زياده نسبه على معاشاتهم بالسنه، شنو تزيد 20 دينار 20 كل ثلاث سنوات، كل ثلاث سنوات تنزل 20 دينار. 4% التضخم لهذه السنه، 4 زود 4 نعم التضخم. هذه وين مكافاه معاد على الاقل التضخم والغلاء المعيشي؟ ومثل ما تفضل اخوي، احنا مو موفرين لهم على الاقل خصومات، مو موفرين لهم دعم، مو موفرين لهم شيء. موضوع اعاده جدوله الوضع المالي عندهم، هذه اشكاليه. الشيء الثاني في ناس خبرات، هو 60 وخبرات وهذا تعبان على نفسه والحكومه تعبه عليه وعنده مهارات وعنده تميز، هذا ليش ما نحط له فرصه ان نستفيد من خبرته ونخلي له جدول عمل؟ يعني مثل ما تقولي مرن 5 ساعات 10 ساعات اذا هو حاب يكون في بيئه يعني العمل وبيئه يعني العطاء وبيئه الجسم. بس على اساس الوقت ايش كثر بقى لي اسامه؟ اي نعم عندي دقيقتين فقط. دقيقة لك دكتور عبد الله، خلص البرنامج؟ حرام عليك. لا لا حرام عليك، هذا انا ما كنت سامع عليك. هو بادي وتونه صار تونه صار في احتجاجي صراحة طش وين ما ليفينج تقول لك ما راح تقوم ما حط افكاري صراحه. دكتور عبد الله تفضل. يعني دقيقتين يعني خلاص كثر يا اسامه، انت وكرمك ضيع على دقيقه، انت وكرمك ها دقيقتين كل واحد لدقيقتين، كل واحد لدقيقه، كل واحد لدقيقه يا جماعه. انا اقول والله الكويت تمر في مرحله مفصليه، مرحله اول مره يصير فينا، فهنا النائب الحين الناخبين لهم دور يختارون العضو اللي يفيد الكويت، العضو اللي عنده برنامج، العضو اللي مو مؤزم. ملينا من كلامه، نبي يحطون قانون تفعيل قانون الكفاءة بعدا على الطائفية والمذهبية وكل شيء. احنا دولة ما نرتقي اذا ما حطينا قانون تفعيل الكفاءة. وشغلة ثانية لازم نهتم بالتنمية، اذا سوينا هالشغلتين خاصة بالإضافة إلى المكتسبات اللي هي الحرية والانتخاب وحقوق المرأة، راح نكون يسمونها الدولة أو المدينة الفاضلة كما سماها أفلاطون. ونشكركم. الله يسلمك دكتورة سمر. شكرا، أثني عليك دكتور صراحة. ومثل ما قال، التنمية في البشر وليس في الحجر، هذه هي شعار التنمية الأساسية. خلصت دقيقة صراحة. لا ما خلصت الله يسلمك. وأنا طبعا أرجع وأقول تذكروا دائما ان صاحب السبو بحكمتي وخبرتي حط لنا القرار ان احنا ناخذ القرار في هذا الليل، وقال اعينوني واعينوني، واذا ما نغير طريقتنا التقليديه في الاختيار ما يطلع ناتج مغير اذا احنا نبحث على التغيير. الشيء الاخر، انا ودي امسي على اهل دائرتي واقول لهم ان انا عندي ندوه يوم 24/1 يوم الثلاثاء الساعه 7 في مدرسه الشاهين بنين خلف جمعيه الشاميه.
أرجو منكم الحضور، أرجو منكم التعرف علي شخصيا، أرجو منكم أن تعمل قرارك، وأنت وعندك فرصة أنك تسمع ندوتي إن شاء الله بإذنه الكريم، ومن عقبها إن شاء الله أنت يكون لك القرار إن شاء الله. لك يسلمكم وحافظكم على الاستضافة. بالتوفيق ومشكورين، ما قصرتوا. أنتم ما قصرتوا الله يسلمك. والله ما قصرت. الله يسلمك يا أهل الديرة. في فيديو أو يوتيوب نزل في تواصل مواقع التواصل الاجتماعي، مسوين شباب اسمهم صوت الكويت، تداولوا المرشحين المغردين، انعرض في هذا. لكن يوم شفت أنا وايد تأثرت فيه، أبا أقول حق صوت الكويت الشباب اللي عملوا هذا الفيديو اللي راح تشوفونه يا أهل الدير الحين. أبا أقول حق الشباب قواكم الله، يعطيكم العافية، جهدكم إن شاء الله راح تشوفونه في اثنين اثنين، لأن فعلا صوت واحد أو صوتك يفرق، بعنوان صوتك يفرق. ليش يفرق؟ راح تشوفون الفيديو علشان تعرفون شلون يفرق. أهل الديرة رجاء حار تنتبهون حق الفيديو اللي عملوا شباب صوت الكويت، يزاهم الله خير، وإن شاء الله بإذن الواحد أحد يتم التغيير على دينكم يا أهل الديرة. اللي عرف، اللي يحب السياسة ما يحتاج، راح يعرف يختار، لكن العائلة مو كلها تحب السياسة. تلقون الأم اليد مثلا، اليد أكو شباب صغار ترى ما لهم علاقة بالسياسة. ففي الجرائد اليومية محطوطة الدوائر الخمسة، يا ريت تستعرضون الأسماء مع متابعاتكم اليومية، يعني اللي عرف السياسة يخبره، يقول له والله هذا فلان شلون، يقول له والله هذا كذي كذي كذي، بس تكون في مصداقية في النقل، موضوعية مصداقية، مصداقية في النقل. أتمنى التوفيق للجميع. خلونا نشوف الفيديو هذا مع بعض يا أهل الديرة، وأشوفكم باكر. الله يحفظكم، مع السلامة، في أمان الله. واقفة علي بس خمسين سنة شلون تدرون شلون؟ وفارقة ما راح صوت. لا تفرق، أنا فاهمة قصدكم وأدري ليش تحلطمون. أدري إن العناية الصحية ردية، وأدري المناهج تفشل وتنطر بيت وتنطر لما الحين ناطر. حرية مقيدة، تتخرج مهندس ويرفونك بالأرشيف والنفط بيخلص، مشوار خمس دقايق صار ساعة، بس لو تصوت للمرشح يطبق الدستور تفرق. مواد الدستور تكفلك كل هذا وتحسن الوضع لو تطبق صح، بس ها إذا ما صوت اللي يستاهل كل هذا يروح، وفوق كل هذا اللي يقولي مثلك راح يفشل. لو تدرون إن في 2009 58% كانت نسبة اللي صوتوا بالانتخابات و 42% ما صوتوا، هل 42% يقدرون يغيرون الحسبة من مرشح خاسر لمرشح حصل على أعلى أصوات بدائرته؟ وهذا معناه أن التغيير بيدكم. عقب كل هذا تتوقع صوتك ما يفرق؟ بس لازم تفرق صح بالاختيار الصحيح. شلون؟ صوت حق ولد عمي عاد، ها؟ أخوش حرمة يقولون وي هي يكسر الخاطر، خل صوت له. صوتي إلا صوتي إلا، هذا من جماعتنا أوصيك. هالحكي كله ما ينفع، ركز واسمع واقتنع بالمرشحين. شوف دائرتك واقرأ عن المرشحين. مو اللي زارك المستشفى الديوانية والعرس ما قصر، بس مو هذا المطلوب. المطلوب اللي يطبق مواد الدستور، مو اللي يتوسط لك، اللي يبيك تخلص شغلك من غير واسطة، مو اللي يشرع قوانين غير دستورية أو يتدخل بشؤونك الخاصة، اللي عنده رؤية وطن. خوش الحين شوف اللي يناسب أفكارك، والباجي احضر لهم، اسمعهم وناقشهم، بعد النقاش اختار لي مثلك. الحين شلون تصوت؟ المسألة وايد بسيطة وتاخذ 30 دقيقة من وقتك بس. أول شيء زور موقع e.gov.kw، تأكد من رقم قيدك وموقع التصويت، أخذ جنسيتك وبطل ماي بعد لا تنسى، روح المدرسة يوم الانتخابات، حط علامة صح على مرشحينك واختار 4، بس مو تصوت مقطوع، كذي تعطي مجال حق اللي ما تبي. صوت وأثر على 4 سنين الجاية اللي فيها أكثر من 2 مليون دقيقة، نص ساعة من وقتك راح تفرق.